من أهم الفقرات إذا بدنا نقول سلمى، وكثير من الأسئلة والاستفسارات دائما بتوردنا عن كيفية التواصل مع الطفل. اليوم عم نحكي عن تقنية ومنهجية جديدة نوعا ما، عم نحكي عن بيكس. هي المنهجية اللي بتعلم الطفل كيفية التواصل مع الآخرين عن طريق تبادل الصور. طبعا صمم هذا المنهج لأطفال التوحد وغيرهم من الأطفال ليوفر وسيلة تواصل مع الآخرين. لنتعرف على كيفية الاستفادة من هذا البرنامج لدعم التواصل عند الطفل، أكيد بصير نرحب بولاء الحسن، اختصاصية في تقويم الكلام وعلاج النطق عند الأطفال. صباح الخير، صباح أهلا الخير. وسهلا فيكي. أهلا فيكي كليكسو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. يعني قدامك كتير أشياء، تمام. ويمكن صرنا نعرف أنه قد ايه مهم اليوم يكون في شيء مع الكتاب، خلينا نقول ليحفز الأطفال. نبلش نشرح من عندك شو يعني بيكس. بالنسبة اليوم نحن لما بنحكي على موضوع التواصل، فنحن بنعرف في أشكال التواصل، إما بتكون بالكلام، تمام، أو بتكون من خلال الإشارة لما الطفل بده يتواصل أو الشخص بده يتواصل. إذا ما كان عنده قدرة على الكلام ممكن يأشر، أو ممكن يستخدم إيماءات اللغة أو الجسد أو الإيحاءات، أو طبعاً الكتابة أو الصور. اليوم البرنامج هو عم يعتمد على مبدأ الصور. في أطفال كتير نحن نشوفهم فاقدين للكلام وما عندهم حتى موضوع التواصل حتى عن طريق الإشارة. فهذا البرنامج صمم لهن، للأطفال اللي هن فاقدين للكلام، اللي هن عندهم اضطرابات نمائية بالإضافة لاضطراب طيف التوحد. فهو بيعتمد على إنه نحن كيف نخلي الطفل يعني يعبر عن رغباته واحتياجاته عن طريق التواصل، عن طريق الصورة. كتير حلو. هلا خلينا نبلش دغري ونحكي عن أهم الصور يلي اخترتيهم. بالنسبة شو أهميتهم هي الصور؟ طيب، هلا البرنامج هو صراحة بيستهدف ليتدرب عليه الطفل يلي هو مثل ما قلنا فاقد للكلام، اللي بتستخدمه هو الأم بالبيت أو مقدم الرعاية. هون المفروض الأم هي تختار الشغلات اللي هو بيحبها الطفل، مثلا حتى تحسن تتواصل معه. في مثلا نحن هون مختارين صور الطفل، ممكن هو بيحب المصاص، هو بيحب الموز، يعني هذا موضوع احتياجاته اليومية. هو لحتى يعبر المفروض هو يتواصل. الطفل ممكن نشوفه نحن عم يبكي، هو ما عم يعرف شو بده، تماما. فهو عنده احتياجات ورغبات. اليوم عن طريق هي الصورة وعن طريق برنامج بيكس هو قادر يوصل الرغبات اللي هو بده اياها. هون عندنا ملف، هو ملف بيكس، هذا بيعتمد على مراحل الطفل بيتعلم فيها ليتواصل مع الام. طبعا هون مثل ما احنا شايفين في صفحه فيها رغبات الطفل من احتياجاته للاكل. مثلا الطفل هون بيطلب دائما بشكل متكرر بس استاذ سامر ناخذ الصور لحتى نتعرف كيف نحن بنقدر نخلي الطفل يتعلم يمكن هذا الشيء. تمام، هي رغباته، هي الملف هذا ضروري. اكيد بالملف لازم يكون في عنا احتياجات الطفل من الطعام، لانه اول شغله هو مفتاح لحتى نتواصل مع الطفل هو موضوع الاكل. تمام. انه هو اللي بيعبر فيه. عندنا كمان هون الادوات والوسائل، الالعاب اللي هو بيحب يلعب فيها، الانشطه اللي هو بيحب يتعامل فيها. كمان بعدي بس الدبدوب شوي فرح مشان يبينوا الصور. تمام، المشاهدين هون بالملف اول شيء. تمام، هذا كلياته هو مثل مخزون للطفل يلي هو الشغلات اللي بيتعامل فيها. هون احيانا اطفال توحد بنشوف عندهم شغلات غريبه بيطلبوها بشكل متكرر ونحن بنستخدمها بهذا البرنامج. كمان لازم تكون موجوده صورته، لانه هو بيعتمد بالاخير على التبادل معنا. هون في احتياجات، موضوع انه هو اذا بده حمام او يغسل. تمام، طبعا الملف هو فينا كل ما توسع عنده مفردات الطفل نحن نزيد من الصور، وهذا الشيء مهام الام. هون بالملف في عندنا شيء اسمه شريط الجمله يلي هو محطوط هون، الطفل بيكون فيه الجمله. مثلا اذا انا سالته، هي بتكون باخر المراحل، انت شو شايف؟ فالطفل بيرجع للملف بيختار، بيفهم اني انا شو حكيت، بيختار الصور او الاحرف وبيحط على شريط الجمله شايف دب احمر. حلو. تمام، هون بيجي بيعطيه للام. هون دليل انه الولد بلش يفهم الكلام، بلش يستجيب باخر ممكن مرحله. ممكن نستفيد ولا للاطفال بيتاخر عندهم النطق، انه نحن نبلش معهم شوي شوي. أكيد. لحتى يتحسن النطق بالنسبه عندهم. لموضوع الكلام، هذا البرنامج كان في مؤيدين معارضين انه هو بيوقف تطور اللغه، لانه بصير الطفل بيعتمد الطفل. الصوره فعليا لا، لانه هو بالعكس عم يفهم الطفل الكلام اكثر، وعم يفهم شو يعني بناء جمله. في اطفال كثير هنا بيكونوا الجمله من كلمه، نحن هون بنطور بنوسع مفردات الطفل. والمجسمات هلا هون بمرحله الام لما بدها تعلم الطفل يتبادل معه. مثلا اذا هي مثلا خلينا نقول انه بده الطابه، فبالبدايه نحن هون ما بنستخدم
مبدأ الملف أول شيء، لأنه بالمرحلة الأولى هو لازم يتفاعل إنه بس في شيء اسمه مرحلة التبادل الجسدي، يلي هو بيجي بيهجم على الطابة، الأم بتخلي بتوجهه أو عن طريق ملقن إنه بتخلي صورة، بعدين بتعطيه الطابة وبقارن بين الصورة والمجسم. أكيد هو بيكون بيعرفهم بيميزهم، ودائما الأم فيها تختار الشغلات اللي من ألعابه، يعني تصورهم وبتعملهم صورة وبتنحط للملف نفسه. تمام، فبالمرحلة الأولى هو حيتبادل معه اي احتياج هو بده حيجي لعنده ويحط لها اياه وتتبادل. بالمراحل هون بنزيد نحن المرحله الثانيه، بنوسع تلقائيه وبصير مسافه ابعد. بالمرحله الثالثه بنبلش بميز، بنحطه هون ببلش بميز على الشيء اللي هو بحبه والشيء اللي ما بحبه. بصير الطفل اللي بيجي من الملف من برا بيسحب الصوره اللي بده اياها وبيجي لعند الام بيعطيها اياها. بالمرحله هون ببلش يميز بين الشيء اللي هو بحبه والشيء اللي ما بحبه. بالمرحله الرابعه ببلش بيكون جمله، بيختار مثلا من هون من الملف اكل مثلا بسكوت، فهو حيحطها. عم نشوف الصور مبسطة، يعني مبسطة ليفهمها. هي بتعتمد على الصور والرموز. هون حط بشريط انه اكل بسكوت، فهي بلشت تفهم. فهون صرنا عم نحكي بجملة من كلمتين، بعدين بتصير انا بدي اكل. تمام. وبعدين بيعبر عن الشغلات اللي هو بده اياها وبتتوسع الجملة. بالمرحلة الخامسة بنبلش بيستجيب لشو بدك، وبيبلش بيعبر عن الشغلات اللي بده اياها. بالمرحلة مثل ما قلنا السادسة ببلش الطفل بيستجيب للسؤال، شو عم تسمع انت، شو شايف. هون دليل انه الولد بلش يتفاعل ويتواصل، ما عاد هو بس تواصله بكلمة أو ببكاء أو بصراخ. هون صار في ملف هو قادر إنه يتواصل فيه. تمام. إذا بنحكي كمان ولا عن هذا المجسم يلي نحنا كتير شفنا وبيعلم الأشكال للطفل. طبعا. هذا الشيء قد ايه بيفيد اليوم مع الأطفال كمان، يمكن اللي بيتأخر النطق عندهم أو حتى كفة الأطفال حتى يعرفوا يميزوا الأشكال. وقت يوم بتحطي هذا المجسم قدام طفل بشكل عفوي بيركبه بسرعة، طفل آخر بيطول وأوقات بيخربط وبيرجع بعيد. اختلاف مهارات الطفل هي دليل على عدم قدرته على التركيب بشكل سريع او لا؟ نحن اكيد رح نقول في فروق فرديه. في اطفال بنشوفهم عندهم قدره كثير عاليه انهم يركبوا، بيكون احيانا هي الشغله نحن بتشجع انه نعلم الطفل الالوان، نعلمه الاشكال. تمام. انه هو بحب مبدا التركيب، بحب مبدا انه يتعامل بشيء ملموس. فنحن فينا هون نعلمه الدائره، نعلمه المربع، بيتعلم فيهم. بالاضافه لانه نحن بنركز على موضوع التآزر والتواصل البصري، يعني بين حركه الايد والعين، انه هو عم يركب المجسم وعم ينتبه لموضوع هو كيف عم تتحرك ايده. تمام. بالاضافه انه نحن بنزيد نوسع المفردات، انه انا مثلا مربع مثلا لونه اخضر، انت وين بدك تحط المربع؟ بلش يفهم الولد شو عم بحكي معه، بلش يتفاعل بالشيء اللي انا عم بطلبه، عم يستخدم الفهم اللغوي اللي انا عم بحكيه وعم يحط بالمكان عن طريق وسيله بصريه بتساعد انه انا يعني تدعم الكلام اللي انا عم بحكيه معه. فهي كثير مهمه. بس كمان حتى ببيكس هو نازل هذا الشيء، لانه نحن الطفل كثير خصوصي اطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد بيحبوا الشغلات التركيب، فنحن بنستخدمها وبتنزل كمان هي الصوره بالملف. ممكن يكون بنشاطه اليومي هو عنده مثلا هلا بدنا نركب مكعبات، او هو حابب يركب مكعبات بيجي بتواصل كمان بيعطينا الصوره ليتواصل انه هو شو احتياجه. تمام. هون في عنا للام نحن بنعلمها انه تعمل قوائم تختارها، هي موجوده ممكن نشوفها على النت، نعرضها على الكاميرا. تمام. ممكن نشوفها هي على النت، وممكن تعملها هي مثل ما قلنا، تصور الشغلات اللي موجوده عنده للولد اللي هو بيفضلها. قد لازم تكون شامله والى كم كتير كبير، يعني اليوم هو منهج يمكن يعتمد على الكلام كله. تمام. فهي بيكون عندها هذا الكم الهائل الكبير وهو يقدر يعبر عن رغبته بكل صوره. حتى هون بالرموز، يعني هون مثل رمز انه هو بده يلبس. تمام. هون انه ممنوع، الطفل لازم يفهم هدول عن طريق مساعد بصري اللي هو الصوره. الكلام طيب احيانا عم يكون هون بدي اسالك ولا يعني طبعا هذا الشيء بيمشي مع اعمار متعدده، نظام بيكس ما له محدود بعمر معين. يعني هلا فرح قد ايه عمر العباس؟ 3 سنين ونص. 3 سنين. من امتى فيها تبلش معه مثلا؟ هلا اليوم في كثير عندنا امهات انه انا امتى فيني بلش مع ابني بهذا النظام؟ كان هذا العمر سلمى صار بيقدر يعبر عن رغباته واحتياجاته من غير صور. حتى هلا بنلاقي اطفال، في اطفال بيختلفوا، في اطفال بيقول لك شقوه ابني من هو صغير كثير. هذا البرنامج موجه بس للاطفال اللي هن فاقدي الكلام، عندنا حالات اللي هن عندهم اضطرابات نمائيه، وعندنا حالات ما بيفيد الاطفال السويين بتنميه مهاراتهم بسرعه التعلم، بيفيدهم برامج ثانيه، لانه هذا برنامج بيعتمد على التواصل البديل للكلام. مثل ما قلنا الطفل نحن بنقيم الطفل اللي عنده مهارات تواصل بالاشاره. تمام. فهو ما بحاجه بيفهم لغه الجسد وبيعبر بلغه الجسد، فهو ما بحاجه هيك وسيله. هي لاخر شيء نحن بنوصل مع الطفل اللي هو ما عنده اي قدره لا انه يعبر لا بالاشاره لا بلغه الجسد لا بالايماءات لا بالكتابه. فنحن صفي عنا انه نستخدم الصوره، وهي هي النقطه المحببه للاطفال ليتواصلوا معنا، وتحديدا اضطراب طيف التوحد. ولا دائما بتحسي انه الام عندها حاله قلق كثير كبيره
كبيرة بالنسبة للطفل، كيف إذا كان عنده مثلا تأخر بالنطق أو حتى بحالة توحد؟ فخلينا نحكي أمتى الأم ممكن تحس بفرق في حال يمكن حاولت أنه تكون شاملة مع طفلها وجابت له يمكن كل وسائل التواصل يلي بتسهل له هذا الشيء. فخلينا نحكي بالتفصيل أمتى نحن بنحس بالفرق وشو هي الخطوات لازم تقوم فيها بالتدريج. هلا بالنسبة إذا إحنا من نقيس تطور الطفل، مثل كل مرحلة نمائية بتطور الطفل بالمهارات مثلا الحركية والأكاديمية، كمان النطق والكلام هي إلى مراحل وتسلسل بالتطور. الأطفال يلي هن ما استفادوا من أي برامج علاجية أو ما استفادوا من مجلسات النطق بيختاروا مثل هذا البرنامج للتواصل البديل، وتقريبا بعد تدريب مستمر ومتواصل لمدة 3 شهور مع الطفل بشكل يومي، الأم حتلاحظ إنه الولد بلش يفهم الكلام، بلش يتواصل معه عن طريق الصورة، بلش يتفاعل أكثر وخفت عنده نوبات الغضب ونوبات البكاء. وهذا دائما الطفل بيكون عنده سلوكيات كتير بشعة بسبب أنه ما عم يعرف يتواصل بالسلوك اللفظي، فهون خففت العبء والمعاناة اللي عنده، وهذا تحسن واضح على ناحية السلوكية، بالإضافة أنه هو صار أكثر مريح لأنه يتعلم بطريقة أسرع. كثير حلو، يعني بدنا نقول الله يكون بعون كل الامهات، واكيد احنا بنتمنى دائما يكون عندهم هذا الوعي الكثير كبير، خاصه لما بيكون في بعض المشاكل عند أكيد. الاطفال دائما لما بيكون في تطور، لما بيكون في اخصائيه مثل حضرتك كمان ولا فنحن دائما ما في خوف انه يتطور الطفل ويتحسن. بدنا نشكرك وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم، شكرا للاستضافه، شكرا لك ولوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتيها.